هو نسولكم اخويا امين، المنع فين وصل؟ واش تقريبا، حيت كل مره كنسمعوا تقريبا قريب مازال يتحيد المنع. مازال مازال مازال. وكنتمنى اخويا إيطاليا، امين ما يخرج العودي. كيطالبوا بفلوس كاملة. هادشي اللي كاين، راه كنظن واحد غيترفع المنع، اول واحد غيعلن عليه هو المكسب المثير بالفرحه ديالو، غيكسبها في البلاصه. راه باش كون واه، راه الناس اللي كيكتبوا المنع ترفاع سلا المانع كذا، راه ما فاهمينش وما عارفينش اشنو واقع. بس زعما مع كامل الاحترام، لان انا شفت مجموعه منهم للاسف بعض الصحفيين قال لي فلان، واش فلان عضو مكتب موسير؟ واش فلان عارف اش واقع في داخل يعني في النقاش؟ احيانا بعد ما نسكتوا عندنا معلومات النقاش فين واصل وكذا، ولكن كتقول تيولي اتفاق نهائي بحال اللي كان مع متولي وكذا، عاد نخبروا ونديروه خبر ونقولوا فعلا راه كاين. اما النقاش راه كاين مع الجميع هاد اللعابه وهاد الفراقي اللي عندهم ليتيج مع الراجل 27 اللي كانت كلها كان مفتوح مع النقاش. النقاش لا يعني انك توصلتي للاتفاق، النقاش ممكن مفاوضات كتوصل فيها للحل وممكن ما كتوصلش. راه شفنا من فات راه كيف درت اللائحه دابا، كاين اللي سالوا معاه وكاين لا ليست اللي لتحت، راه باقي ما حتى واحد ما وافق على شي حاجه. صح اخويا، الجامع العام ما ناقلينوش، ما عرفتش علاش السبب اللي ما تنقلش. هذه مدة ما بقاتش كدارت المسألة في الرجاء، يعني التساؤل الآخر أخويا. والتساؤل الاخر، ما كراش التوسي بالعودي، نشوفكم ان شاء الله في شي قناه تلفازيه ان شاء الله، حيت تبارك الله راه الفوسفور، عندكم احنا كفاءه ما عاليه. الفوسفور. والله العظيم ما كراناش نشوفكم في شي قناه في التلفازه بحال هكا.